ماذا التأخير؟ ده السؤال الأبرز في 72 ساعة الأخيرة. ماذا يجري في الكواليس؟ لماذا يتم الاعتماد على تسريبات هنا وهناك في حين لم يتم الإعلان عن مصير خاشقجي رسميا؟ الفاينانشال تايمز والسي ان ان ونيويورك تايمز والإيكونومست وشبكة سي ان بي سي وملك صحيفة لوس أنجلوس وأوبر وهاربر جروب وعشرات الشخصيات العالمية أعلنوا عن انسحابهم من المؤتمر الاقتصادي في السعودية آخر هذا الشهر على خلفية اختفاء خاشقجي. التصريحات عن العقاب تتعالى قبل الإعلان عن النتيجة الرسمية. الاندبندنت: بريطانيا تستعد لفرض عقوبات ضد السعودية على خلفية قضية خاشقجي. الجارديان: عزلة السعودية تتنامى بعد مقتل خاشقجي. واشنطن بوست: تركيا لديها تسجيلات توثق لحظات مقتل خاشقجي. ماكرون: فرنسا: ما حدث خطير للغاية، لا يمكن النظر للسعودية كزبون كبير لفرنسا حيث أن السياسة تعلو دائما على المصالح الاقتصادية، أبدا لن ندرج الدبلوماسية الفرنسية وفق معايير تجارية. بني شفق: التركية تؤكد أنها استمعت لجزء من التسجيل الصوتي لمقتل خاشقجي داخل السفارة. القنصل السعودي لا يغادر بيته. كل المتهمين في التشكيل العصابي 15 واحد اللي نفذ الجريمة محدش فتح بقه. تخيل، محدش قالك هرفض او هرفع قضية او ده اعتداء على شرفي اطلاقا. بيقولك ابن سلمان حبسهم. السعودية بعد ان اعلنت شكرها لتركيا الشقيقة انها وافقت ان فريق تحقيقات سعودي يشارك الاتراك، السعودية ما زالت ترفض دخول المحققين للقنصلية او بيت القنصل. وتركيا تصاعد وتهدد بطرد السفير إذا لم يسمح لهم الدخول غدا الأحد إلى القنصلية وبيت القنصل. مش بس كده، أكدت أنها تريد أن يسمح لها بالدخول غدا وأن تحفر في القنصلية وبيت القنصل، تحفر. خلال كل ذلك جاءت جلسة محاكمة القس الأمريكي المتورط في انقلاب تموز، القس اللي سبب اشتعال الوضع التركي الأمريكي. خرج برانسون، خرج رغم الحكم عليه بثلاث سنين وخمسة واربعين يوم، احتسبت مدة الحبس السابقة فأفرج عنه فورا وخير، فقرر أن يسافر ويتوجه لأمريكا. تركيا تؤكد أنه لا صفقات في خروج القس وأنها حكم القضاء. ورغم أن ترامب ما بيسترش وبيفضح أي حاجة بتحصل زي ما حصل في موضوع أي حجازي لما حكى كيفية إخراجها من السجن في مصر، إلا أن ترامب نفسه كتب وقال ليست هناك صفقة مع تركيا لإطلاق سراح القس برانسون وعودته، لا أقوم بصفقات من أجل الرهائن. ومع كل هذه التأكيدات من الجانبين إلا أنه لا أحد يريد أن يصدق أنها ليست صفقة، لا أحد يريد أن يصدق أن خروج القس في هذا الوقت الحساس ليس منزوعا أبدا من سياق الأحداث في مشهد لم يعتاده الناس من تركيا. فنعود لسؤال البداية، ماذا يحدث؟ تقديرنا وتحليلنا الشخصي، وخليك فاكر ان احنا الوحيدين من السبعة مليار اللي بيسكنوا العالم اللي ذكرنا موضوع القس من اول لحظة في الاسئلة الاربعة الشهيرة لابن سلمان، واننا ايضا الوحيدين من السبعة مليار اللي ذكرنا تفتيش بيت القنصل واللي تحول لواحد من مفاتيح حل اللغز. تعالوا فتشوا السفارة. طيب لازم نفتش بيت السفير السعودي، ده مهم جدا، مهم جدا تفتيش بيت السفير السعودي. ليه بس تفتيش السفارة؟ ليه ما اعلنتوش عن تفتيش البيت السفير السعودي؟ وده مهم جدا بنفس الأريحية. على مين يرتكن محمد بن سلمان في انه يعمل هذه الجريمة الشنعاء؟ واللي هو ترامب. وترامب عمره ما هيزعل منه ان ترامب عايز القس، سلم القس الامريكي. فهل بلغ يعني الغباء السياسي لدرجة انك انت ممكن تكون عملت العملية لحساب ترامب؟ ده سؤال يفرض نفسه من حتى اللي بيقول صفقة، اين الصفقة اذا كان خاشقجي قد قتل كما يؤكد الجميع؟ فين الجتة اللي قدام الجتة؟ تحليلنا الشخصي ركز بقى، أن ترامب كان يوجه خطابه لتركيا عندما ذكر يوم الخميس هذه الكلمات. And to the best of our knowledge, Khashoggi is not a United States citizen. Is that right? Or is that right? I know they're talking about different kinds of sanctions, but they're spending $110 billion on military equipment and on things that create jobs, like jobs and others.
for this country. I don't like the concept of stopping an investment of $110 billion into the United States. That money is spent in Russia or China or someplace else. ده ترامب صايع النصها لما بيلعب، لأن الكل عارف إن السعودية لا تملك أن تذهب لروسيا أو الصين وتترك تبعيتها الخالصة لأمريكا من أول عبد العزيز ما قال، وإلا كانت عملت كده بعد كل الإهانات الحقيرة اللي بنرفضها تماما واللي وجهها ترامب للسعودية. ترامب كان يقصد أنه سيقف عقبة في طريق إدانة السعودية وبالتالي ابن سلمان في حكاية قاشقجي. 24 ساعة تغير فيها كل شيء. الآن ترامب عدل البوصلة ويتحدث عن عقاب السعودية عقابا شديدا في حال ثبوت الجريمة. We would be very upset and angry if that were the case. As of this moment, they deny it, and they deny it vehemently. The not too distant future, I think, we'll know an answer. There's a lot at stake, and maybe especially so because this man was a reporter. There's something, you'll be surprised to hear me say that, there's something really terrible and disgusting about that if that were the case. So we're going to have to see. We're going to get to the bottom of it and there will be severe punishment. ما زلنا نتابع تحليلنا المتواضع. لماذا التأخير؟ التأخير نتيجة محادثات شديدة التعقيد إقليميا ودوليا بخصوص مستقبل ابن سلمان. تركيا لا تريد أن يكون القنصل هو كبش الفداء بعد أن عرف أن ابن سلمان متورط حتى أذنيه في الجريمة. كله مثبوت. المخابرات الأمريكية لديها دليل قطعي بعلاقة ابن سلمان عن طريق مكالمات تركيا عايزاها. ده غير حارسه الشخصي واللي أشرف على الجريمة، حارس ابن سلمان. ابن زايد والسيسي عملوا عبط تماما ونفضوا ايديهم عن ابن سلمان، ولا كلمة. التأخير بسبب أن وضع الجرس في رقبة ابن سلمان يحتاج لترتيبات أعمق وأخطر وأدق. لا أحد يستطيع أن يجبر ابن سلمان على الانسحاب من طريق العرش صاغرا إلا أمريكا. فالملك سلمان غائب، ربنا يديله الصحة، وإبعاد طال عمره يحتاج لمطرقة فولاذية، وأمريكا تمتلك المطرقة، وإنا لمنتظرون. الله غالب.